شيخ صالح، لا بد لكم من كلمة حول تيسير أمر الزواج وتخفيف شروطه حتى لا يبقى البنات عوانس في البيوت. نعم، هذه قضية مهمة، وهي الحث على تيسير الزواج وتخفيف المهور، لأن ذلك مما يعين على تزوج الفتيات وعدم أنوثتهن، ومما يشجع الأزواج على الإقدام على الزواج. ومطلوب تيسير الزواج بكل وسيلة تؤدي إليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الزواج، وكانت سنته صلى الله عليه وسلم في زواجاته وزواج بناته تيسير في المهور. واستنكر صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة تزوج بمهر كثير، وقال كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجبل، إنكارا لذلك. فكل ما فيه تيسير للزواج وتخفيف على الأزواج فإنه مطلوب شرعا، وكل ما فيه عرقلة للزواج وإعسار على المتزوج وتحميل له ما لا يطيق أو ما يشق عليه، إن هذا منهي عنه شرعا، لأن المطلوب من الزواج ليس هو حصول المال، وإنما المطلوب من الزواج مصالح عظيمة شرعية، الإعفاف للزوجين، حصول الذرية الصالحة، قيام الزوج على زوجته بالإنفاق وإغنائها عن غيره، كل هذا من مقاصد الزواج العظيمة. أما المال فإنه إنما شرع من أجل إكرام المرأة، إنما شرع المهر من أجل إكرام المرأة، ولكن لا يكون ذلك بإسراف وتحميل للأزواج أكثر مما يطيقون. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.